معك دكتور منتصر. أهمية اليوم هذه التظاهرات التي تتم في موسكو، تظاهرات يبدو بأنها وصلت إلى آلاف الأشخاص، لأن الشرطة الروسية حتى اللحظة اعتقلت أكثر من 600 شخص في موسكو وبطرسبورغ وورستوف. تقييمك لهذه التظاهرات من العمق الروسي يرفضون هذا الغزو، كيف تقيم هذا المشهد؟ أول شيء مساء الخير لكم وللأخوة المشاركين وللدكتور من واشنطن. يعني كتقدير جيد جدا، لأنه كان في تعتيم إعلامي كبير جدا من السلطة بموسكو على الشعب، ماذا يجري في أوكرانيا وما هي الحرب في أوكرانيا، كان تعتيم كامل. يعني شيء جيد جدا جدا انه الشعب الروسي بدا يصحى ويلاحظ انه الحرب ضد اخوه له اوكران عايشين على الطرف الحدود الثاني، لانه يعتبر الاوكران والروس يعتبر سلافياني، يعني يعتبرون شعب واحد، اخوه واحد، لانه في بيناتهم كمان في نسب، في متزوجين، في فيعتبروا شعب واحد. فأنا يعني تقديري أنه تقدير جدا، بس لازم تتابع ولازم تقوى أكثر ولازم يكون في تفاعل أكثر. هاي ممكن تجبر بوتين وممكن تجبر الحكومة الدولة أو إحنا ما راح نقول الدولة، لأنه كل الدولة متعلقة ببوتين. بوتين هو اللي بيقرر، هو اللي بيحل، هو اللي بيربط الأمر الأول والأخير إله. فهي عملية إجبار، ممكن الدعم الشعبي أو المظاهرة الشعبية اللي عم تصير من الداخل تعمل ردة فعل، وممكن يعني احنا بنتامل انه تعطي رده فعل عند بوتين.